يلا. السكيب بورد اللي معاك ده بقى بتعمل بيه ايه؟ ده بقوم فيه في حمام السباحة. بتروح بيه؟ التدريب. انت عندك تمرين سباحة يعني؟ اه. اه وانت جاي الميدان ليه؟ انا جاي عشان الشهداء اللي راحوا دول هم يروحش اقدر كده. اه. وقعد شو علشان البلد تتنضف من بقى الفساد اللي فيها. لسه بلد يعني مش عشان بس البلد مش وقبل عدل يبقى كده الفساد خلص، لا ده لسه فيه كتير جدا. طب وايه، طب وماما قالت لك يعني ماما سابتك وقالت لك انت ساكن قريب يعني؟ اه. اه واول ما يحصل ضرب هتستخبى يعني؟ لا مش هستخبى. اه. هتبعد؟ رحت بقى بتقول مظاهرة مصطفى محمود؟ اه. بس ما رحتش عشان انا بحب حسني مبارك، رحت ابص يعني عاملين ايه. اه بيعملوا ايه بقى المهم المؤيدين دول؟ المؤيدين كانوا قاعدين على الستيج وجايبين صور باينه قوي ان هي متفبركه على الفوتوشوب. كمان انت عارف متفبركه على الفوتوشوب؟ انت عندك كام سنه؟ انا 12. 12 وعارف الصور متفبركه على الفوتوشوب وعارف ان البلد فيها فساد. اه ده ايه الجمال ده؟ بابا بقى ماما اللي بتحكي لك بقى بتقول لك ان في البلد فيها. اه ببص على النت وكده. اه كمان متابع على النت يعني. اه الصوره دي هم عملوها ووزعوها لكل الناس، وزعوها ناس كتير قوي، وكانت مع ابن عمتي. اه مجموعه اشخاص. مش الضرب. اه مجموعه اشخاص. اه قعدتهم وخيمه صبيان وبنات نايمين جنب بعض. اه نايمين فوق بعض اصلا. نايمين فوق بعض كلهم. بعدين يظهر الصوره الثانيه واحد قاعد جوه خيمه. اه هم مركبين صور على ان دول بتوع ميدان التحرير يعني نايمين. أيوة جنب بعض دول وكده. هي دي اخلاق. آه. جايبين خيمه وقاعدين ومعاهم شيشه وحشيش وكده. اه تاني حاجه بيقولوا ان هم رايحين يوم 15/7. اه رايحين يقدموا بلاغ للنائب العام من بتوع ميدان التحرير دول عملاء. اه فقالوا لنا كل واحد يجيب معاه بطاقته ويقدم البلاغ دوت، ولو سالوكم ايه الدليل قولوا لهم قناه الفراعين هي اللي قايله الفراعين هي اللي هي قايله لنا كده، ما لكمش دعوه. قناه الفراعين. اه هم كانوا بيقولوا كده من قدام مصطفى محمود. اه وكانوا بيقولوا بقى ان هم رايحين. رايحين مسيره ان شاء الله. اه هيروحوا مسيره الشرف. اه ليه وراحوها؟ اه مصدق بس لو مسافر. اه عاوزين يمشوا شرف، وبيقولوا ان شرف فاسد والكلام بتاعهم ده يعني. اه بيقولوا ان هو يعني خد 5 مليون بقرة. كانوا 5 مليون بقرة وجاموسة. اه عصام شرف قالوا كده. اه ان هو خدهم وما يعرفوش ودهم فين. يا سلام. اه والله ده ايه ده؟ ده الناس دي غريبه بيهم. طب خدهم فلوس. طب وعملوا ايه مع العربيات بقى بتقول؟ اه دول كانوا قاعدين على الستيج، كان في ستيج، كان في مجموعه صغيرين بدأوا يكتروا من بعد الصلاه. اه كتروا على الساعه 4 بقوا كتير جدا. اه بقوا ابتدوا بقى ينزلوا الشارع. ده عربيات قوات الامن المركزي كانت واقفه ملهاش دعوه باي حاجه، وجايبه اللي هم بيسدوا الطريق دول وجايبينهم حاطينهم في وسط الطريق. الناس تقول لهم ليه كده؟ اللي يتكلم معاهم حتى يرفعوا العربيه يكسروا ازازه يضربوه. هي دي معاملته هناك. اه ويقعدوا بقى يشموا بتاع الثورة، وجايبين اغنية اخترناك. اخترناك بتاعت حزني. اه وجاي وهو اللي منظمها واحد اسمه كريم حسين. اللي منظم البتاعة دي كريم. آه. حسام حسين. اه ده صدفوها لقناة فراعين برضه الفراعين. اه هي القناة الفراعين ده ايه رأيك فيها طيب؟ لا القناة فاسدة بتاعت حسني مبارك بتاعت النظام السري. القناة دي فاسدة وبتاعت حسني مبارك بتاعت النظام السري عشان هي اللي بتدعمهم يعني. اه واكتر واحد اللي هو مقدم برنامج مصر اليوم. مصر اليوم اللي هو اللي عامل فيها فيلسوف ده قوي. اه الفلاح ده. اه توفيق كماشة. آه ايوه. آه ده بقى كان فيه 2 قاعدين مؤيدين و2 معارضين. كريم حسين ده كان مؤيدين مصنفينه في القناة. قال لهم احنا مش هنسكت وهنعمل مظاهرات وكده يعني. وكانوا رايحين لهم محاكمة مبارك اللي هو كان المفروض تبقى 30/6 استأجلوها. كانوا رايحين كلهم، كل واحد جايبين بطاقته وهياخدوهم الساعة 8 الصبح، جايبين لهم باص خاص ليهم ويوديهم هناك المحكمة في عابدين. اه وانت بتشجع نادي ايه بقى؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك؟ طب انت النهارده شفت كان في ماتشات النهارده ولا مين؟ بلاش بقى تفكرني بقى. بلاش افكرك بالماتش. طيب يعني انت زملكاوي قديم قوي يعني؟ اه. وبابا وماما ايه الاخبار؟ لا بابا زملكاوي واخويا واختي. واخوك واختك كلهم وماما مالهاش في الكوره؟ ماما لا مالهاش في الكوره، ليها في السياسه. طيب اه السياسه.
برضه. بس انت مش غريب قوي ان يبقى عندك 12 سنه وفاهم وعارف ان الثوره دي حاجه يعني كويسه؟ في نت وفي جرايد وفي تلفزيون. يعني انت بتتابع النت وجرايد؟ اه بتابع كل حاجه. ماما من الاخوان. مامتك من الاخوان؟ بحبش اسم الاخوان. ده كويس برضه. اه والله ده. لا كويس ان هو من الاخوان وهو مش يعني ماما من الاخوان ولكن انت مش حابب. اه لا 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 لا, لا. ناس وحشين جدا. طب بس الناس يعني مبسوطة ان هي تسمع حد عنده 12 سنة بيقول ان انا يعني رأيي في ايه وماما يعني اخوان ولكن انا ما بحبش الفكر ده يعني. مش لازم يعني الواحد ما يكونش يعني مثلا واحد مثلا يعرفه يعني مثلا اجداده يكونوا حاجة. يعني لو حاجة دي وحشة ابقى معهم لا ابقى ضدهم. صح. قالهم كده. يعني حتى لو ابويا وامي الرسول قال لنا في القران ربنا قال في القران واطيعهما. لكن ساعه لما يقولوا لك ايه ربنا او يقول اي حاجه لا ما تطيعهمش. فهو كده يعني مثلا لو بابا طبعا حسني مبارك انا يعني اقول له بحب حسني مبارك عشان بابا بيحبه. لا انا اشوف ايه اللي في حسني مبارك. ايوه. اشوف ايه الحاجه الوحشه فيه الحاجه الوحشه. طبعا ما فيش حاجه حلوه خالص يعني كله وحش. حسني ايامه كلها سودة. ما عايشنا في قحط. طب وانت في فريق النادي بقى في السباحة ولا ايه؟ لا لسه بتدرب عشان. لسه بتدرب في نادي ايه بقى؟ نادي الفتيات. نادي الفتيات؟ اكاديمية ابن خلدون. جميل قوي. وانت طبعا لسه شايف ان الثورة ما خلصتش وكده؟ لا لسه. ولو اي حد يمس سمعة الثورة ده هكرهه. لان انا قعدت هنا في الثورة 9 ايام. انت قعدت 9 ايام هنا في الثورة ايام ال 18 يوم بتوع ماما. ايوه بس ما قعدتش 18 يوم قعدت 9 بس. كنت موجود في الجامعة. الاولانيين ولا الاخرانيين؟ لا لا الاولانيين. كنت موجود ساعة كنت فين جمعة الغضب بقى؟ كنت بصلي على كوبري سنين. شفت طبعا منظر بتاع كفار ويهود. احنا قاعدين نصلي صلاة الجمعة. وجايين المدرعات في المية وقاعدين يرشوا على الناس وهي بتصلي. ليه كده يعني؟ ما يستنونا ونصلي ويعملوا فينا اللي هم عاوزين بس ما قد صلاة. يا ساتر يا رب. يعني نخلص صلاتنا وبعد كده بيقتلونا يا اخي. ايوه وحتى لو قتلونا يعني في غيرنا برضو جايين. ما يهمناش الموت بس المهم ان احنا نحارب الفساد اللي في البلد. ايه تاني الجمله دي؟ ما يهمناش ان احنا نموت بس يهمنا ان احنا نحارب الفساد اللي في البلد. مش مهم الموت يعني. اسمك ايه بقى؟ مصطفى سعيد. مصطفى اهلا وسهلا مصطفى. يعني انت يعني شايف ان احنا لسه ما خلصناش ولازم نكمل؟ لا لسه في حاجات تانيه كتير قوي. واول ما نقول فساد هنبتدي من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره كمان ده انت عارف بقى طبعا الكوره خالص. سمير زاهي اول كده اول ما بان اول خروف كده ولاده يظهروا الفساد اللي في بقى الاتحاد. بقى حاجات تانيه كتير قوي. في برضو اتحاد نادي السباحه. اتحاد السباحه برضو في فساد. وصقر ده حسن صقر ولا مين؟ حسن صقر بتاع وزير الالعاب الرياضيه. يا ولد انت عارف كل حاجه. انت عارف اكتر مني. لا يعني. طيب انا متشكر ليك يا مصطفى. كنت موجود ساعه لما كنت جاي حول الهجوم على المتحف. وقفنا حميتوا المتحف. وقفنا مسكنا ايد بعض بس هم دخلوا برده في الاخر طيب وحاولوا ياخدوا بس ما خدوش. الناس بتقول انهم نازلين الجيش طبعا. الناس بتقول انهم نازلين يوم 7 8 تاني الجمعه ويعتصموا في الميدان. انت ايه رايك؟ ايوه والضرب هيتكرر. انت ايه رايك؟ يوم الجمعة الجاية يعني الناس هتقعد. انا رأيي ان هم لو بيطالبوا بحاجة مفيدة ينزلوا اهلا وسهلا. ينزلوا لكن بيطالبوا بحاجة تافهة ما ينزلوش وبلاش ويخلوا البلد تمشي. لكن لو بنطلب مثلا بحق الشهداء او مصابين. لا انزلوا لازم ينزلوا. انزلوا ده حق ناس ميتة طبعا لازم. ينزلوا. انا سعيد بيك اوي وفخور بيك كمان. ربنا قولي بقى. كان في ولد في عصام سنة 25 يناير ده في شارع كان في شارع طلعت حرب. طلعت حرب ولا القصر لا 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 كان في شارع طلعت حرب. كان ماشي فالمدرعات كانت جاية عاوزة تدهس المتظاهرين. والشرطة كانت جاية ورا المدرعة. هما كانوا جايين كده الشرطة جت كده.
فايه فكلهم جريوا كده على اساس ان اصلا في ضرب من خرطوم المايه كانت المدرعه. راح الشاب ده والله ربنا يبارك له نفسي اكون واحد زيه يعني، راح وقف قصاد المدرعه ما خافش منها وهي وقفت قصاده ما عرفتش تمشي وصد المايه كلها بصدره وخلى الناس دي كلها تعدي لحد ما الناس كلها عدت. راح لوى الخرطوم اللي هو بيطلع المايه، بقت المايه تضرب فوق المايه وما طلعتش من الخرطوم تاني. عشان الدفاع المايه لازم يكون لو قدام لتحت لكن فوق المايه ما تطلعش. وانت نفسك تبقى زيه يعني عشان هو شجاع طبعا. شجاع جدا.